الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحق تبارك وتعالى يفيض بنعمه على عباده، فقد خلقهم فهو يحبهم، لا معنى أن يخلقك وهو لا يحبك. ومقتضى هذا الحب أن يرشدك لما فيه خيرك ولما فيه صلاحك في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المهمة في حياة الإنسان، وهي أمر فطري، هو بحثه عن السعادة. فالإنسان جبل على حب السعادة وإسعاد نفسه، فتراه يبحث عنها، فهي همه طيلة حياته كيف يسعد نفسه وكيف يرفهها. ولذلك تجد البعض يرى سعادته مثلا في جمع المال، فتراه يكثر من المال ومن جمعه، فهو حريص عليه. هذا سعادته في المال. وهناك من يجد سعادته في الجاه والسلطان وشهوة الأمر والنهي، فهو عبيد السلطان والكرسي. هذا نوع من البشر يجد ذاته وسعادته في هذا المجال. والبعض يرى سعادة مثلا في الذرية الكثيرة والولد، فتراه يكثر ذريته ويتباهى بولده، بأن سعادته في هذا الأمر. الحق تبارك وتعالى القيوم الغني يقول في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا كشف لنا سر السعادة. الإحياء هنا بمعنى الإسعاد والسعادة، لما يحييكم يعني لما يسعدكم، بأن تعيشوا وتحيوا حياة طيبة هانئة. وهذه أمانة السماء. ماذا تتوقع من السماء؟ أن تحيي البشر حياة تعيسة مثلا؟ طبعا لا. فالحق عز وجل يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يسعدكم. كأنه يقول الالتزام بالمنهج السماء، بقيم السماء، كفيل بإسعادكم، بأن تكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة إذا التزمت بقانون الله ومنهج السماء وقيمه. هذه الأطروحة السماوية، لما يحييكم يعني لما يسعدكم. والحقيقة احنا نجد فعلا لمن حفظ الله، رأيناه سعيدا في الدنيا محترم، الناس تأمن جانبه، لمن يحترم قانون الله، لمن يعرف حق الله حقيقة، هو إنسان محترم، هو إنسان مرموق في الحياة وناجح في حياته، وكذلك في الآخرة هو من الناجحين، من السعداء، من العظماء. ولكن للأسف البشر يهزأ بقانون الله وينظر بدونية دائما لمن يلتزم بهذا القانون.
مع أنه نفس هذا البشر تشوفه يحترم قانون الأرض، قانون الإنسان على سخف بعض القوانين. اليوم مين من عندنا يخالف القانون؟ ما فيك، بل كلنا ننظر لمن لا يحترم قانون الدولة وقانون الأرض ننظر له بعين الإزدراء، وبهذا ما يحترم القانون، هذا إنسان فوضوي ما فيك تتعامل معه. ليش؟ ونقول لك هذا يكسر القوانين، هذا ما عنده قانون، ما يلتزم بالقانون، منو يحترمه؟ لأنه لا يحترم قانون الأرض، مع أنه قوانين الأرض قانون وضعي بشري، كثير من القوانين ناقصة، ولذلك تشوفها تتجدد، يجددوها البشر. ليش؟ لأنه فيها نواقص، لأنه الإنسان اللي وضعها مو إنسان كامل، ومع ذلك البشر يحترمها ولا يفكر أبدا أن يخالفها ولا يحترم من يخالفها. يعني مثلا الآن في سويسرا فيها قانون قرأت عنها، يقول في قانون في سويسرا أنه ممنوع لسكان سويسرا بعد 10 بالليل يسحبوا سيفون الحمام تواليت، ممنوع تسحب المي. وهلال يضحك، لاحظ هذه بسويسرا البلد المترقي، أي واحد ساكن بسويسرا وبتروح هاي جنيف برين هاي المناطق الجميلة اللي اسمها مرموق في المفاوضات الدولية يروح بجنيف، وهاي الدولة العريقة، وفعلا دولة عريقة، هي فيها قانون بعد 10 بالليل ممنوع تسحب السيفون، وإذا سحبته يغرموك، إذا سمعك الجارك تسحب هذا يغرموك. أنت الآن تضحك بهذا القانون، لكن أنت تروح لسويسرا غصبا عليك تلتزم وما تسحب السيفون، لاحظ ليش؟ أقول لك هذا قانون البلد أنا احترمه، على أنك أنت تنظر له بهذه النظرة لكن تلتزم فيه، ما في مجال. في سنغافورة من البلاد السياحية العظيمة مرموقة، ممنوع تعلك علكة بالطريق، يغرموك إذا تعلك علكة بالطريق في سنغافورة، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وتلاحظ هاي شنو؟ هذا قانون لازم تحترمه، ما في مجال وتلتزم فيه، لاحظ. ولذلك قانون بشري وضعي وإحنا نحترمه ولا نقبل من يخالفه، حتى شرعا لا يجوز مخالفة القوانين التي في البلد التي تسكن فيها. أنت ضيف استضافك بلد معين، عليك أن تحترم قانونه، شرعا لا يجوز الغدر بالقوانين مهما كان القانون في نظرك سخيف مثلا، لابد أن تحترمه. ليش؟ نقول لك لا يجوز الغدر في البلاد التي تسكنها، هذا تغدر بهم وتخالف قانونهم هذا غدر، والإسلام يحرم الغدر. لاحظ ايش معنى تحترم هذا القانون، ولكن للأسف مع قوانين الله أحكام الله التي فرضها الله ما عندنا هكذا حيطة والتزام به. والسر في استحضار العقوبة، لأنه في القوانين البشرية أنت تستحضر العقوبة مباشرة، تخاف من العقاب، خوف العقاب هو يؤدي بك أنك تلتزم بالقانون. الآن أنت في طريق هايوي في طريق سريع تمشي سرعة براحتك، بس تشوف مرور واقف شرطي رأسا تلتزم بالسرعة لأنك تستحضر العقوبة، لاحظوا. فمن أمن العقوبة أساء الأدب. ذات يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه استدعى خادما عنده، صح عليه يا فلان ما اجى، يا فلان صح عليه الخادم مالته علي بن أبي طالب يدعوه ما حضر ما يجي، فخرج عليه السلام من داره شافه قاعد يم الباب ومنتكي هيك عليكم السلام منطرح ماخذ راحته،
قال: بني ألم تسمعني أناديك؟ علي بن أبي طالب الخليفة يدعو الخادم مالته، والخادم مطنش ما يجاوب. طلع يمه شافه، لقاه قاعد منتش براحتك ويسمع: بني ألم تسمعني أناديك؟ قال: نعم سمعتك يا أمير المؤمنين، صيح لي تناديني. قال: فما يمنعك من إجابتي؟ ليش ما تجاوبني؟ قال: أمنت عقوبتك يا أمير المؤمنين. تشوف شو ملعون، والله أنا مأمن ما تسوي لي شيء. أمنت عقوبتك يا أمير المؤمنين، يعني إذا تعرفني عاقبك تجاوبني. إيه الخوف، قانون يحتاج خوف. قال: أمنت عقوبتك يا أمير المؤمنين. يقول: فابتسم سلام الله عليه وقال: اذهب أنت حر لوجه الله، روح. مش شو أعمل لك؟ لازم أضربك يعني؟ ما تطيع، الله معك. خسر شرف خدمة علي. إنسان حتى لو غلام الصغير عندما يمر يلتصق بالكبير يكبر. الآن مثلا هذا الغلام احنا ما نعرفه، لو باقي ويا أمير المؤمنين شو صار؟ مثل قنبر يذكر، مو هو حرم نفسه، حرم نفسه من المجد والخلود، لأن اللي يلتصق بالعظيم يكون عظيما، بالكبير يكون كبيرا. آل البيت منو أعظم منهم؟ ما هم. ولذلك واحد ما يلوم زيد بن حارثة رضوان الله عليه لما جاء له أبوه وقال: لا يا رسول الله، هذا ابني عبد عندك وهذا ابن ملوك، وأرجو أن تعطيني إياه، وأي مبلغ اشتريته أنا أدفعه ورجع ابني. قال: إن اختارك فهو حر لوجه الله. عليكم السلام شيخنا، إذا اختارك خليه يروح وياك. فقال الأب للولد: تعال معي يا بني. قال: أين؟ قال: إلى ملك أبيك، أنت حر. قال: والله للعبودية مع رسول الله خير من الحرية معك يا أبي. شنو ملك؟ أنا أكون عبد عند محمد خير من أكون حر عندك وأكون ملك. عجيب، وهذا يعرف. وفعلا الآن هو دخل إلى التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه التصق برسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا المسكين، فأعتقه رسول الله طبعا، فهذا المسكين خسر شرف جوار أمير المؤمنين. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام أعتق، ما عقب، أعتق، لكنه حرم المجد والخلود. الغرض، قال: أمنت عقوبتك، هم يعني اللي يأمن العقاب فعلا يسيء الأدب. ولذلك احنا التزامنا بالقانون الوضعي، القانون الأرضي، القانون البشري نابع من خوف العقاب، مو حبا بالقانون، لا، لكن تخشى العقاب، ولذلك تشوف أنه يلتزم هذا الإنسان بالقانون. فلو عكسنا القضية، هم واحد مثلا يجيبوا له امرأة جميلة يقولوا له: هذه المرأة جميلة افعل معها القبيح، وبس تخلص حاجتك منها، شايف هذا التنور نشعل نار ندخلك بهذا التنور نخليك، بالله هذا يعمل شيء؟ ما مستعد يعمل شيء. ليش؟ لأنه استحضر العقوبة، وكأن هذا اللي يعصى الله عز وجل يعيش الغفلة في لحظة الذنب، هو يعيش غفلة، لا يستحقر أو لا يستحضر العقاب. لو كان يشم رائحة نار جهنم، ها، ما يمكن أن يفكر يعصي الله، ما لا يمكن أن يفكر أن يكسر القانون السماوي العظيم الذي فرضه الله. ولذلك هنيئا لمن عظم الله وعظم الإله في عينه. من عظم الله في عينه عظم الله، عظمه الله في عين خلقه. أنت تريد تصير عظيم في عيون الناس، عظم الله في عينك. لا تحقر الله، نستجير بالله وتجعله أهون الناظرين إليك. من هنا تجد هذه النصيحة العظيمة التي يفيضها القرآن من أنه سبيل سعادة البشرية
هي في الالتزام بمنهج السماء. إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يسعدكم. ولذلك كأن هذا خط عام فوقاني للدين، أن الدين جيء به لإسعاد البشرية وليس للتنكيد عليهم وليس لكبت حرياتهم وحقوقهم. هذا الدين سقف الأعلى هو إسعاد البشرية، هذا سقف أعلى وغاية نبيلة جدا يبينها الله سبحانه وتعالى. طيب، من هنا الدين إذن يجب أن يواكب العصور ويجب أن يتعايش مع الحياة وما ينزوي وينطفي في زاوية محجرة ظلماء. أكيدا كيف يتعايش الإسلام والدين مع الحياة لولا الاجتهاد، لولا بذل الوسع والجهد ليلا مع نهار. ولذلك تشوفون حضراتكم من أعظم نعم الله عز وجل على هذا الدين العظيم هو فتح باب الاجتهاد. في فتح باب الاجتهاد رقي وتطور للرؤية الدينية للكون. كثير من الأمور كانت قبل 1000 سنة ينظر لها نظرة، تطورت مع الزمان والمكان وخلق جو حركي حقيقي قابل للنهضة والحياة. فديمومة الإسلام بالاجتهاد ومواكبته لتطور الحياة بالاجتهاد، فهذه نعمة كبرى على المؤمن أن يكون هناك مجتهد أو مجتهدون موجودون يحركوا الحالة الدينية ويعطيك علاج يناسب الزمان ويناسب المكان. هذا شيء صحيح، ولكن ليس معنى فتح الاجتهاد إخواني أن تكون المسألة فوضى وأن يفتح الباب على مصراعيه من دون ثوابت. لا، مو هيك شيء. احنا صح فتحنا باب الاجتهاد بينما غيرنا غلقه، ولكن لا يعني فتحه أنه لا يوجد عندنا ثوابت. هذه نقطة جدا مهمة. اليوم للأسف تحت عناوين التجديد وتحت عناوين مواكبة العصور وتطور الحياة والزمان والمكان، هناك دعاوى إلى في الواقع هي ليست تجديدا، هي هدم، معول هدم للثوابت للقيم. أي دين يبقى لقيمة إذا ما بي ثوابت؟ إحنا عندنا ثوابت وصلت لنا يدا بيد، عليكم السلام سيدنا، وصلت لنا يدا بيد من المعصومين إلى أن وصلتنا. كيف يجي واحد باسم التجديد باسم التطوير، ها؟ مهما بلغ من عنوان واسم على أنك ترفع إيدك عنها، مو صحيح. أي دين هذا إذا ما بي ثوابت ما بي قيم يرجع لها لا قيمة له. إذا بعنوان تجديد يفتح الباب على مصراعيه بحيث لا يبقي حجر على حجر، هذا في الواقع هدم وليس بناء وليس تجديد. ولذلك أنا حقيقة أبدي شديد تعجبي عن بعض الأطروحات اللي قمنا نشهدها في هذا الزمان من أسامي وعناوين نحترمها ونحبها وننظر لها بالاحترام العميق لتراثها. أم يطلع فتوى بعنوان فتوى قبل أسبوع، أحد العناوين البارزة في مدرستنا في المدرسة الإمامية، ويقول لك أنا مثلا أجيز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية. فتوى جواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية. طيب أنت إذا هيك تجيز التعبد بجواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية، هم على شو بعد تطلع بمطارحاتك وتناظر الوهابية والسلفية؟ بعد شنو قيمة المناظرات والمطارحات والحوار لشو؟ إذا هذا قراءة وهاي قراءة، وإنت حر إلك أنه تتعبد بجميع المذاهب الإسلامية. إذا بجميع المذاهب الإسلامية يعني أنت اليوم شيعي وبعد ساعتين تقدر تصير وهابي حنبلي أو مالكي أو شافعي، الصبح أنت إمامي وبالليل مثلا تصير شافعي،
مو هيك؟ وجواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية معناها هذا، أنه هاي قراءة للإسلام وهاي قراءة للإسلام. منو قال لك إحنا قراءة؟ هاي غريبة حق. إحنا بتعبير شمس الدين شيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، إحنا الإسلام، نحن الإسلام، نحن علينا رجلا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا نملك الحقائق المطلقة يا أخي. الإسلام ما بي حقيقة مطلقة، ما بي ثوابت، وكأن الإسلام قراءات. أنت عندك قراءة بالليل صار عندك هاي القراءة للإسلام وخلاص، تريد تأخذ قراءة أخرى للإسلام، لا مو هيك شيء. فعلا لم يبقي حجر على حجر. نحن نعتقد أن هذه المذاهب كما هو الواقع، هذه المذاهب إجت بعد 100 سنة من رسول الله، ونحن نتابع رجل هو نفس رسول الله، أمر الله رسوله أن يبلغ الناس أن يتمسكوا بحبله وبركابه وأن يأخذوا منه، فجعله بابا للعلم. يعني وقال علي مع الحق والحق مع علي. لويش إذا أنا أروح أقرأ قراءة أخرى وأتعبد بأي مذهب إسلامي يدعي أنه إسلامي أتعبد به، وأترك الذي أمر الله به أن أخذ وجعل الحق معه يدور معه حيثما دار، معناته أنا أتنازل. لويش علي بن أبي طالب حارب إذن؟ إذا هذول قارين قراءة للإسلام لويش يروح الصفين؟ لماذا يحارب في الجمل؟ ناس قرأوا الإسلام قراءة، ليش يحاربوا؟ ليش يروح الصفين؟ ما هو راح الصفين، مو صفين إجولة. معاوية ما أجل الكوفة، معاوية كان يريد من عند الشام ويسكت، اعطيني الشام طعمة وبايعك، رفض سلام الله عليه، قال ولا يوم أعطيك شرعية. لويش؟ لأن ذاك على باطل وهذا على حق، مو؟ وكيف تختلط الأوراق؟ اليوم في المدارس الإسلامية من يتعبد إلى الله بمعاوية، هل من المعقول اليوم يجي واحد صباحا يوالي علي والمساء يوالي معاوية مثلا؟ والله هذا مذهب إسلامي وهذا مذهب إسلامي، ويجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية، مو هاي فتوى؟ معقولة إحنا نوصل بينا إلى هذا الإسفاف تحت عنوان التجديد؟ ولو أي اسم أي عنوان، مع احترامنا لكل العناوين ولكل تراث يقدم أي إنسان، ولكن هذه وصلت إلى مستوى حقيقة خطير. اليوم مع هذه الميديا وهذه التكنولوجيا وهذا الرقي اللي وصل الإنسان كلمة واحد يتكلمها كل أصقاع الأرض تسمعها. بالله لمصلحة منه هاي المسائل العلمية تطرح أمام الناس والناس تلوك بها، ولا يبقى عندنا ثوابت ولا حجر يبقى على حجر؟ معقولة؟ ولذلك أخواني احنا حقيقة نحذر من هذه الدعاوى، وهؤلاء أصحابها يعني أخذتهم وهجة التجديد. أي تجديد أنت؟ هذا تجديد معول تهدم به ثوابتنا، وكأنه بعد ما في حق، لا، قراءة في مقابل قراءة للدين، هذا مو صحيح. لأننا نعتقد أننا على الحق الذي أمر الله به رسوله، كيف تطلب مني أروح إلى رؤية أخرى مخالفة معارضة؟ لاحظوا أصلا مباينة لهذه الرؤية، هذا مو صحيح. لذلك الإسلام هو هذا المنهج الذي أمر الله به سبحانه وتعالى رسوله وأئمته، فنحن على هذا المسلك الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وإلا لا معنى أنك أنت تحاور وتناظر وتحاجج، فكأنه تنازل عن جميع تراثه ومطارحاته. ويش يعني بعد الطارح وتحاضر؟ ولذلك فعلا التجديد بمعنى أن تعطي رونق للدين. ورد عندنا حديث أن الله يجدد هذا الدين على رأس كل 100 عام على يد رجل، في بعض الروايات من أهل بيتي. يجدد الدين يعني شنو؟ مو يهدم الذي كان ويجيب شيء جديد بناء جديد، لا، وإنما يقوي الدين بمعنى يعطيه رونق، يرسخه، يعطيه رونق وهيبة وعظمة. لاحظوا ينقله نقلة نوعية، مو أنه يتنازل عن الثوابت وعن القيم التي
تعب في حقها أئمتنا وعلمائنا ودماءنا وسيلت في سبيل إثبات هذه القيم وهذه الثوابت. وإذا فجأة تروح بعنوان التجديد، أي تجديد هذا؟ هذا هدم لهذه الثوابت. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا ويحفظ رجالنا ونسائنا من هذه الأفكار حقيقة، متاهات يخوض بها بعض الناس ولكنها مؤثرة وهي هدامة. أدعو الله عز وجل أن يدفع هذا البلاء وأن يقوي عقيدة الناس. اليوم حقيقة تريد لنا أسئلة وإشكالات ما كانت تطرح في السابق، كانت من البديهيات بطلانها، اليوم صارت تطرح. بالله لمصلحة منه ولويش هذا التفرقة بعنوان تجديد؟ أي تجديد؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الفرقة المباركة التي هي على منهج الرسالة التي أخذت من ذرية أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ بها، فقال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً.